السلام عليكم اخوان، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. بالنسبه للاخوان الناس اللي كيسولوني على دايزي واش ولدت، دايزي راه ولدت والحمد لله تمت الامور، كل شيء بخير على خير الحمد لله. اعتبر زوينه لما نوقف ولدت على خير وبخير، ما كتلقاش معها مشاكل في الولاده ولا شي حاجه عكس لي غاس الاخرين. هادشي اللي بغينا نقوله. وكيف ما قلت لكم راه ولدت شحال هادي، مي علاش ما حطاتش الفيديو؟ كنت نتسنى يعني حتى يكون امور بخير على خير، هذيك الساعه يمكن لك تحط الفيديو. بالنسبه للناس المشاهدين، الناس اللي كيتبعوك، شكرا لكم كاملين على الناس اللي كيديروا لي لايك، وشكرا للناس اللي كيديروا جيم، وشكرا للناس اللي كيتابوناو معنا، والحمد لله وصلنا 70000 مشترك في فيسبوك، شكرا لكم. وبغيت باش قبل ما نهضروا على الوليدات ونهضروا على المشاكل وداك الشيء اللي لقينا وداك الشيء، ونوريكم الوليدات الاخوان واحد الحاجه. الناس عندنا المغاربه فريمون كيتفلاو بزاف. كنت حطيت واحد الفيديو على هذا الكولي الكتريك، هذا كولي الكتريك واحد، هذا كولي الكتريك رقم 2، فيه جوج ديال النوع. الاختلاف اللي كاين هو في التليكوموند، عندنا التليكوموند فيها افيشور، عندنا التليكوموند ما فيهاش افيشور. الناس حطات واتساب وحطات الابل، كيسون الانسان كيقول لك خويا اها بغيتو مرحبا كذا هادي شحال تخلي لي كذا هادي تتفاهم معاه تفيرسيلو تتسيفط لا كارت ناسيونال ديالك. كونفرساسيون الاخوان عندي بزاف، فاش كتسنى يصيفط فلوس باش تصيفط فلوس لعديلو ما كيصيفطكش، بزاف ديال التفليه. هاد المشكله هذا طحت فيه عاد. دابا ما عرفنا كيفاش غادي نديرو الانسان الا بغينا نبيع لهم وليدات، كيفاش غادي نثيقو فيهم. ها ما جوش كولي الكتريك، شي حاجه شركه انترناسيونال ديال فرنسا، شي حاجه شركه معروفه. ها هي دير كانيكوم وبحث على هاد الشركه او مرحبا. المهم الاخوان راه كانت كونتيتي كبيره، ولكن دابا بقات خرجي ديزي خرج. دابا بقاو هاد جوج حبات، ها هما كولي الكتريك بالنسبه للناس ديال الدريساج. وكاين الاخوان بالنسبه للناس اللي كيبرصطوهم كليبات على النبيح، كيبقى يبرصطوهم بزاف ويبقى ينبح بلا سبب. كاين هذا اونتي ابوا، اللي بغى يعرف شنو هو الدور ديال اونتي ابوا، الكل فاش كيبقى ينبح هذا اوتوماتيك كيبقى يدير واحد لوشوك باش ما ينبحش. راه ماشي كضرو، ماشي كيعاقبو، ماشي حاجه، لا هذا كيقول له يعني ما خصكش تنبح. هذا كتركبو الكلب ديالك بحال كلب النيل باللي كيبقى يصدعك مع الجيران، ولا بالليل كيبقى يصدعك ما يخليكش تنعس، كتركب له هذا بالنهار كتحيدو له صافي كيبقى عادي. في الوقيته اللي كيصدعك فيها بالنباح كيبقى ينبح بلا جدوى، كدير له هذا الاخوان. ورا الثمن ديالو حتى هو رمزي، شي حاجه مزيانه الاخوان. الثمن ديالو هذا 700 درهم الاخوان، الثمن ديال هذا الاخوان 800 درهم اللي فيه لافيشور، والثمن الاخوان ديال هذا 750 درهم، 800 750. وسول اقسم بالله على يدهم خوت، هذو راه في فرنسا دايرين 90 الاورو، 900 درهم دايرين فرنسا. حنايا كنا طحنا في واحد الكونتيتي الثمن مزيان وصيفطوها لنا، راه كانوا المهم كانت واحد الكونتيتي ديال 10 حبات الاسبوع، بقاو هاد بزاف الحبات. اللي بغا شي حاجه الاخوان مرحبا، خلي لكم النيميرو هنايا اتصل بيا، غادي نفيرسي لك كيف ما قلت لكم، غادي نصيفط لك كولي الكتريك فين ما كنتي. هادشي اللي كاين فين ما كنتي في المغرب غادي نصيفطو لك. وبالنسبه للناس اللي باغي الوليدات مرحبا بكم حتى هما ان شاء الله، راه حتى هما غادي ندير لكم حلقه خاصه ونوريكم حاجه بحاجه وهادشي اللي كاين. نتوما راكم عارفين ذكر لي كوبليس منو دايزي كيداير ما شاء الله تبارك الله، ودايزي حتى هي ما شاء الله زين وداك الشيء اللي كاين. وشكرا الناس اللي كيبغيونا، ولقينا مشاكل في الماكله باش نجيبوا الكليبات ياكلوا، ولقينا مشاكل في الروز بزاف الحوايج. المهم تبعوا الفيديو باش تعرفوا شنو كاين هادشي اللي كاين. وبالنسبه للناس اللي كيتفلاو الاخوان الله يرحم الوالدين، كنتي شاري هضر معايا راني قلت لك الثمن كي داير، وسول شحال داير في الاوروب وبشحال غادي يجيك. وهادشي اللي كاين الناس راه هاد راه كيشريو ب 90 اورو، كيجيهم تقريبا شي 5 اورو، هي 950 اورو يعني 19000 ريال باش كيوصل للمغرب، وكيزيد عليك 200 درهم و 300 درهم كيبيعو ب 1300 درهم وكتشري انت فرحان. هدرنا لكم الثمن الرمزي حيت بقى لنا غير جوج الحبات. هادشي اللي كاين، اللي بغى شي حاجه كيف ما قلت لكم مرحبا، واللي غادي يشري هو اللي يتصل بيا ويهضر معايا في كونفرساسيون. الاخوان اللي ما غاديش يشري يعني ماشي مستطاع يشري بلا ما يتصل بيا، حيت بزاف الناس الاخوان باقي الناس في المغرب كيتفلاو. هادشي اللي كاين الله يهديكم، وشكرا لكم كاملين، تبعوا الفيديو. السلام عليكم الخوت، السلام عليكم الخوت، نتمنى كلشي يكون على خير وبخير. انا يلا وصلت دابا لمدينه قنيطره، جيت من مدينه سيدي سليمان، راكم عارفين فين كنسكن. مدينه سيدي سليمان المشكل اللي تلقى، المشكل اللي تلقى هاد السيد هذا تنجي عنده باش ناخذ الماكله للكلاب الخوت، اللي تنجي ما تلقاهاش، ما عرفتش حيت بينتو معايا في شي ثلاثه ديال الفيديوهات، ماشي اشهار ولكن غير باش الناس اللي بغاو يتقدموا في قنيطره، تنجي ما تلقاهاش باش الناس عاد عرفوا ولا يتقدموا من عنده. لا ما عرفت، المهم نمشيو عنده نشوفوا داك الشيء اللي عنده نتقدا ونشوف داك الشيء اللي عاد اللي خلى لينا. هادشي اللي كاين خليكم معنا. صنيف البارح اللي خلينا خصنا نشوف معايا شي سيد خليهم عندهم، نصيفطهم في الطاكسي اصاحبي، نصيفطهم في الطاكسي. المهم الخطره لقينا داك الشيء ولكن ما عرفناش شحال خلى لينا، انا نشوفوا بس الله ينتقد. المهم راكم عارفين اللي تناخذوا، تناخذوا الكركاس والعناق ديال الدجاج. دابا المشكله الاخوان اللي لقيت ما بغيتش
المشكل هذا مشينا قلنا ترى باش ناخذوا الماكله اللي تناخذ ديما الكركاس والعناق لقيت مولاو كيتسالاو دغيا زادوا فيهم في الثمن او ثاني المشكل اللي لقيتو ثاني تيتسيما تمشي ناخذ الرز ديما 25 كيلو لقيت غير 7 كيلو اللي بقات ديال كاع الدراري اللي عندهم الكلاب تيتسيما ولاو كيجيو ياخذوا وتا هو غلى الرز يعني اي حاجه كثر عليها بنادم كتغلى قوت ما بقيت تنبينو معايا في الفلوغ يعني ما تندير مع الاشهارات حتى شي حاجه لقيت مشكل حتى الرز ولا تلقى فيه مشكل هادشي اللي كاين الله يسخر البنادم المهم نتمنوا وتمنوا الخير ديزي راه ودات هادشي اللي كاين ان شاء الله دابا نوريكم وليداتها دابا وجدنا ليها الماكله اللي نعطيوها حيت ولدات غادي نضاعفوا الكونتيتي نضاعفوا بزاف يعني ندوبلوا الكميه حيت عندها وليدات وداكشي نتمنوا لينا الخير نوريكم ديزي اجي ديزي اجي ديزي اجي اس اس طلع دابا ها انتم الاخوان ما شاء الله كيبقى التركيز ديالها مسكينه على وليداتها راه غادي عندهم والناس اللي غنقول لكم ورينا الوليدات دابا الاخوان ما نقدرش نوريكم الوليدات دابا علاش على ود تيكبروا واش التصحيحه ديالهم داكشي عاد نوريهم لكم واللي بغى شي حاجه مرحبا به انستغرام ديالي تنخلي لكم ديما الباج ديال التيك توك ديما انتما كتشوفوا دابا الفيديو في فيسبوك بغى شي حاجه يدوز عندي مرحبا به هادشي اللي كاين بيس ليكم تنتمنى لكم على الخير ودعوا لنا بالخير يلا دايس عص ولا كتمشمي فيا ما كنت فين كنت غنمشي لكم يا سير دخل سير دخل على وليداتك هاي تقطع عليا بس 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 كتجي تتأكد وتجي عندي مسكينة الحانة الحانة تتخاف على وليداتها